اليوم لازم كلنا نغرد ونقول نبي تعويض عن المهزله اللي قاعده تصير. ملعبنا وخذوه، تلسكا وخذوه، قاعدين ياخذون اللي يبون. اي بس حنا حدتنا الكفاءه الماليه. اي كفاءه يا ابو كفاءه، النصر ما بقى الا يوقع معي انا من كثر الصفقات، وبسم الله على كفاءتهم ما جاها شيء. وحنا بس نتفرج. حنا لازم نطالب الاداره بصفقه عالميه، حنا الهلال يا ابوي. مسلكين نبفيت وجايب دراوته يمشيهم. هلال هلال هو هو هلال هلال هو هو هلال هلال هو هو. حبيبي تاليسكا لعب عالمي، والعالمي ما يجي الا للعالمي. وبقول لك معلومه ادري بتقهرك، لكن هذه معلومه لك وللجماهير. ترى تاليسكا منذ الصغر عاشق نصراوي، وكان يحضر في المدرجات في بطولة أندية العالم اللي في البرازيل. قصدك النصر اللي ترشح لها؟ يا أخي لا يقاطعني. لحظة يا عبد الرحمن، تفضل أبو تركي وصل فكرتك لكن بهدوء يا أبو تركي. لا طيب شوف، أنا بقول لك معلومة لك وللجمهور، وأدري إنها بتقهره. ترى ديدا الحارس البرازيلي كان يقول إن تاليسكا يروح يبيع على الأرصفة بطاطس مقلي علشان يجمع تذاكر ويحضر مباريات النصر. وللمعلومة كان مالح شوي البطاطس وعليه شوي كاتشب. سبحان الله، نفس العقلية، جمهور وإعلام. باقي شوي ويقول إن بيليه كان يقول ماجد عبد الله أفضل مني. مقبول أن فريقك مو بعالمي وما حد يعرفه. إيه عالمي غصب عنك، أوكي؟ وما أخذ كأس آسيا اللي ما شميته، ولاعب كأس العالم بعد يا ورع. يا حبيبي عالميتك هنا قرايبة في قطر، لو رايحين بباص أحسن لكم. يا حبيبي احنا عالميتنا في البرازيل. يا حبيبي يا حبيبي، كررتها مرتين واكررها لك المرة الثالثة، حنا لاعبين في كاس العالم الرسمي ما هو بالتدريبي. بعدين وش دخل كاس العالم للمنتخبات الجاية بقطر؟ مسوي تحشر يا ورع. يلا تعال يا حبيبي هناك. شوف استاذ فهد، انا عندي خبر حصري. تفضل. وانا كمان زيه يا استاذ فهد، عندي خبر حصري. لحظة، الله يرحم والديك يا ابو فارس، انت من يوم سويت الكيتو وانت بس تقاطع. اصبر خلنا نسمع خالد. تفضل خالد. زاد فضلك، الخبر الحصري هو تعاقد نادي الأهلي العريق مع اللاعب الجماهيري المعروف باولينهو، لاعب برشلونة السابق والمنتخب البرازيلي كذلك. يا قدمه، من 6 شهور عندي ذا الخبر. شوف يا خالد، ان تمت هالصفقة بالتأكيد صفقة كبيرة للأهلي وعشاقه، ونقول ألف ألف مليون مبروك للأهلي وعشاقه. يس يس يا حبيبي يس، ايش فكك؟ اخيرا اللاعب زي الخلق والاوادم. تعالوا يا اندي تعالوا، والله انا شخمتكم شخمطه. يا ابوي انتوا طفرانين، ما عندكم فلوس، كيف جبتوا لاعب عالمي زي ذا؟ حبيبي هذا كله بالنيه الطيبه والدعاء. الله الله يرزقنا زي ما رزقكم. يلا يا ابو فارس، سمعنا الان الخبر الحصري اللي عندك، اللي تقوله. الاتحاد سوى صفقه الموسم، 10 مليون يورو نقلت كورنادو من الشارقه الى الاتحاد. ياه، ما مداك تخلص دعوتك لجاكم لاعب؟ ما نبغاه يا ابوي، مسلقنا الثعلب الميركاتو بلاعب للدوري الاماراتي، ما نبغاه، نبغى لاعب عالم زيه. بس لاعب ب 10 مليون اكيد انه كويس. طيب عبد الرحمن، بالنسبه للهلال وش وضعه؟ انا بقول شغله واحده بس للجمهور الهلالي، ما يبطي السيل الا من كبره. الطيور طارت برزاكا، كل نوقع الا دراتم تتفاوض. بنات، ما قد مر عليكم هالصوت؟ رؤساء الأندية الثانية يوقعون، حنا رئيسنا بس يعرف يتفاوض. قبل شهر يتفاوض، أمس يتفاوض، اليوم يتفاوض، بكرة يتفاوض. يا أخي وقع، خلص الصفقة، حركت أعصابنا. لحظة لحظة، هالصوت مو بغريب علي، في خيارات؟ ترى مو مسابقة هي، تسألك عرفتي ولا لا؟ يا أختي الصوت يجي ويروح، مألوف. والله ما ألفته. أما بنات ما عرفتوه، هذا صوت الطعس عامر. اليوم يتفاوض، بكرة يتفاوض، بعده يتفاوض. بس والله طلع جلاد، برد حرتي في إدارة الهلال، ومو تقهر يا بعض الناس. أقول ما جمع إلا وفق طال عمرس، ها؟ تكسيرا وطار، تاليسكا وطار، بريرا لنا شهر مفاوضة. وش ذا المفاوضات اللي أطول من وجه ياسر؟ قفط صوتك وأنا أسمع المساحة باستراحتنا. وش رايك فيني؟ والله جلاد، كفو عليك. تبيني أجلد كنو والفرج؟ منهم ذولي؟ عيال حارتنا. الله يوفقهم، أجلدهم بعد. هذا نظامك؟ غريب يا عامر، أول مرة تعزمني على كوفي.
بالعكس انت خوي وحبيبي يا كفته. ايش المناسبه؟ خل نركز. اسكت اسكت. تركز في ايش؟ مو بشغلك يا اخي. اطلب حلا، اطلب كافي، اي شيء على حسابي، بس لا تشغلني. اشغلك عن ايش؟ درج انت ما تفهم، ما تفهم. خلاص يا اخي اطلب لك اي شيء بالعربي، انا جايبك هنا مزهريه. اوكي يا معلم، جيب واحد شاي مع المكسرات. للاسف تعطلت مفاوضات بريرة وما راح يوقع. يا القهر، لا تزيدني قهر اكثر من كذا. انا قايل لك من اول انه هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يعوضنا مرارة سحبة تاليسكا. مبروك عليكم الصفقة الجديدة حبيبي. صفقة ايش؟ يا حبيبي انسلموا خلاص زي الاتحاد. انت ايش دراك؟ حبيبي ابن خالتي يعرف كريم الاحمدي عز المعرفة ويقول هو رايح للمغرب وجاي عندكم انسلموا، والحين تراه في جدة. يا جمالها يا جمالها وليدي الليلة جمالها حنوا عليه. من عندي يا اتحادية ومن مصدر موثوق وخاص، أنسلمو في جدة وحيوقع مع الاتحاد كده فريقنا ترتب. صار كده في محور قوي مع كورنادو وحجازي وقروهي. واي 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 الدوري بس. كابتن هل تبون أنسلمو؟ ها كيف كده والله غش يا ابوي. حنا يا النصراويين اي لاعب نبغاه نشتريه بخشم الريال. الحين جمعنا انسلموا وابو بكر، وما ننسى الاسطورة الساطي الظاهرة حمد الله. شفت جاي في طريقك وعجبك شلة شلة. شفت جاي في طريقك وعجبك شلة شلة. حتى انت قلت علي؟ والله ما لي دخل بالكورة، انا بس قالها بعطيك 50 وغنى. دقيقة دقيقة، مردودة يا نصراوي. هاي يا حبي، هذه رضاوة. سري تعال دقدق. تبي ليمون؟ حط لي. مشاهدينا الكرام، نحن امام ديربي القرن بين النصر والهلال في نصف نهائي دوري ابطال اسيا، لكن هذه المره على مستوى القاره. كيف تقرؤون تفاصيل هذا الديربي الاكثر اثاره؟ وابدا معك يا ابو تركي. شوف، وبقول لك حاجه من وجهه نظري، الديربي هذا يختلف عن كل الديربيات اللي راحت. كل الدربيات اللي راحت هذه كانت مجرد ديربي نظري، الآن هذا الديربي الفعلي، واللي أنا أشوف أن الفائز فيه راح يكون كبير الرياض. لا مو على كيفك تحصر كل الديربيات في مباريات واحدة، ولا عشان الهلال مسيطر على أرقام الديربي. ترى على فكرة كل الهلاليين نفس الشيء ونفس الفكر والأسماء مختلفة. حبيبي النصر عنده تاليسكا، وبقولك شيء، النصر حيكوش على الكل. على فكرة الهلال ما يخاف من أي منافس، وإذا أنت عندك تاليسكا حنا عندنا بريرا، والديربي يفضل ديربي. أنا ما أتفق معك في ذلك، اللي حيخسر بتظل خسارته في آسيا لعدة سنوات من أمام الغريم التقليدي نكسة له لا تنسى. أسأل الاتحاد اللي جنبك لما هزمناهم في آسيا. جبتوا آسيا؟ رصيدكم صفر في آسيا، ما راح تحققوا اللي حققوا الاتحاد لما جاب آسيا مرتين. من بعد هذيك الهزيمة والأهلي مسيطر 8 سنوات على الديربي ولا قدرتوا تفوزون عليه. يا ليل الليل، الحين الحلقة عن ديربي آسيا بين الهلال والنصر، وهذول يشغلونا بالأهلي والاتحاد. يا ربي يا عامر تاخذوها. كفو يا شكر. عاد انتم مصدقينهم وخافين بكم. انهض يا عميد، انهض يا عميد، ومصدقينهم. يا حبيبي الاتحاد عينه مليانة وفريق بطل زي الهلال، أما أصفر آسيا يشجعون بعض. كابتن لا تغلط، يا رب يا ياسر تفوزوا عليهم وبفضيحة تحكيمية عشان تردوا ظلم السنين اللي فاتت. حلم إبليس بالجنة. أقرب لبلاهيب وفي الأخير أقرب بعد ذلك إلى سبع الفرج. الهلال يحقق. يا أخوي تحرك، الحين بريرة ورا يمشي على رؤوس أصابعه. يا أخي حل فلوسك حرام. الصليه محاطة في جيبه. هيا مريقة روح. مريقة تسديدة. قول قسما بالله إنها حظ. أقول بس اسكتوا يا الفشلة. الله ياخذها من كورة، أنا ما أدري وش اللي خلاني أقط معكم. المشكلة نفس السيناريو، إزعاج وصجة وآخر شيء الهلال بيفوز. فعلا يا أبوي أنسلمو فين؟ وأبو بكر فينه؟ والسيطرة الجوتيلي حقكم فين؟ إيش فلوسكم ما فيها بركة أنتو؟
على لا تزود على المدرب الله بالخير. سبحان الله، اي حاجة تنأخذ بالغصب ما فيها بركة. سلامات ايش ذا؟ ارقم ارقم طرد وفايزين عليكم واحد، والحين انت الشوط الاول. قلنا لكم الزعيم اذا كان بيومه ما حد يقدر يوقف بوجهه. اسيا لعبتنا يا حبيبي، الحين واحد والشوط الثاني بتلقم الثاني، وسمعني صياحك يا فقراوي.